أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة بوينتيرا، بالضبط الحديقة وسط المدينة. مرحبا بكل اللي تحكم بنا، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذا البث المباشر من مدينة بوينتيرا. بالنسبة للجو في مدينة بوينتيرا كيفما كتشاهدوا معنا، جو بارد في مدينة بوينتيرا. بغينا نعرفوا الأجواء اللي في مدينتكم كي دايره. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الأفاضل، نقاش ديالكم هذا الصباح الجميل. فصباح الخير كل من التحق بنا، صباح الخير لاله ملكه، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل اللي التحق بنا في هذا الصباح. فصباح الخير. صباح الخير سي عبد الله، مرحبا بك معنا و بارك الله فيك وانت كذلك، اسعد الله صباحك بكل خير وكل ما كتمنى ان شاء الله يربي حقك. لك جمال مرحبا بك، صباح الخير عليك ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل اللي التحق بنا. مراكش الجو مزيان وسخون. عبد الله كيقول لنا بالنسبة لمراكش راه الجو سخون وزوين. مرحبا بالناس ديال مراكش وصباح الخير عليكم. مرحبا بك يا سي صديق، صباح النور الله يسعد الصباح. كذلك من منيتا صباح النور الله يسعد الصباح. شكرا تحيه لك من الناس وصباح الخير الناس ديال القنيطرة، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. طبعا نتوما عارفين حنا فين كنتواجد، في الحديقه الصغيره اللي كتواجد مدينه القنيطرة اللي جات في وسط مدينه قرب عماره القنيطرة. شكرا سي عبد الله وتحيه متبادله الاخي الكريم. يعني دائما كيف ما كتبوا معنا متابعين الافاضل، فاحنا المباشر من مدينه القنيطرة متابعين ومتابعات قناه شو تي في قناه الشاب. صباح النور لاله امينه ومرحبا بك معنا. هذه جميل جدا انك نذكروك بالحديقه اللي كنتي كدوزي فيها امتحانات، او كنتي كتحفظي عفوا باش تمشي دوزي امتحانات. فجميل جدا اني نفكرك فيها وفات الصباح. فصباح الخير عليكم ومرحبا بك معنا. صباح الخير لاله فريده، مرحبا بك معنا ومرحبا بالناس الناس العاصمة الناس الرباط، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. شكرا سي عزيز ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بالسي الناس ديال صفر ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. شكرا لك وصباح الخير وتحية متبادلة أخي العزيز خي عزيز، مرحبا بك معنا. مرحبا مرحبا لاله أمينة، مرحبا واش مرحبا. يعني كيفما كتبوا معنا متابعين الأفاضل، فحنا دائما معكم على المباشر من مدينة القنيطرة، وبالضبط حنا كنتواجدو بالساحة عفوا بالحديقة الصغيرة اللي معروفة في مدينة القنيطرة، اللي هي بتجارتان مركبة بتجارتان اللي معروفة بهاد سميتو.
عبد الغني، صباح الخير، مرحبا بك معنا. شكرا اسماء، بارك الله فيك، وشكرا سنتي كذلك، صباحك مبروك وصباح الخير ومرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. مرحبا بالناس مكناس، ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا الصباح، فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. دائما متابعين افاضل في كيف ما كتابعوا معنا، فاحنا كنتواجدوا بالحديقه الصغيره المعروفه في مدينه القنيطره كيف ما كيشاهد معنا دائما متابعين افاضل. كاين فيها بركات، مرحبا لالا. طبعا صراحة مجموعة ديال الناس كيتكلموا على هذه الحديقة الجميلة، فصراحة زوينة بزاف ومعروفة صراحة. كاين فيها بركة، كيف ما كتسمعوا معايا مثلا فادي اجواء مدينة القنيطرة. لا فهمتك، فهمتك، لا منك مرحبا. صباح الخير ام هبه، ومرحبا بك معنا في هذا المباشر، ومرحبا بالكسكوتة الصغيرة هبة، مرحبا بها معنا في هذا المباشر، مرحبا بكل اللي تحكوا بنا في هذا الصباح، فصباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا. لالا لطيفة، أهلا وسهلا، مرحبا بك لالا معنا في هذا المباشر، مرحبا بكل اللي تحكوا بنا في هذا الصباح. حنا الآن كنتواجدوا بمدينة القنيطرة بحديقة صغيرة اللي معروفة في مدينة القنيطرة، اللي دائما كيقولوها في الجاردان قرب أمانة القنيطرة. ومعنا المباشر لالا امينه اللي كانت كتحفظ فيها، وكيف ما قالت لنا كنت كنحفظ فيها وكانت فيها البركه. صباح الخير الناس سي فلس، وصباح الخير روبي، مرحبا بك معنا، ومرحبا بكل اللي تحكي لنا في هذا الصباح. عليكم السلام سي امين، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، ومرحبا بكل اللي تحكي لنا في هذا الصباح. كيف ما تبعتوا معنا هذه جولة صباحية معكم في مدينة القنيطرة، بالضبط بالحديقة الصغيرة في جاردان، فما بقي إلا نقول لكم يوم سعيد للجميع، وتحية لكل اللي التحق بنا في هذه الطبيعة الجميلة. فشكرا لكل من التحق بنا من في هذا اللايف هذا، ما تنساوش انكم تبارطاجيو، يوم سعيد للجميع ان شاء الله. طريق السلامه ان شاء الله لجميع المسافرين، كذلك الناس اللي غادي يقراو الله يوفقهم ونجاح يتمنهم، كذلك الناس اللي غادي يخدموا الله يوفقهم عمل موفق ان شاء الله. فشكرا، الى اللقاء ان شاء الله، نتلاقاو في لايف اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.